الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يوم شهادته، أحمد بن حديد خرج مع جمع من صحبه إلى حج بيت الله الحرام. اللصوص سابقا كان قطاع الطرق كثرة، اللصوص في وسط الطريق هاجموا القافلة وسرقوا كل ما لديهم، كل شيء، مما خف حمله وغلى ثمنه أو مما ثقل حمله سرقوه. لعله كانوا قرب المدينة المنورة، فجاءوا إلى المدينة. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، لاحظوا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه زارهم، ثم لاحظوا تفقد الرعية. الإمام لأنه نجح في كل الامتحانات، ولأنه الرؤوف الرحيم بما للكلمة من معنى. لاحظوا الإمام ولاحظوا حالنا الآن، ولاحظوا حال النازحين، مقارنة كلش بسيطة بين الماضي والحاضر، بين كيف يتعامل الإمام مع الرعية والناس وكيف نتعامل نحن. كثير منا، البعض أيضا ما يقصر، لكن الكثير كيف وضعه. الإمام زارهم وتفقدهم، ثم كساهم جميعا ودفع لهم أموالا، وإذا بها بعد أن خرج الإمام، لعله عندما يحسبون هاي الأموال يجدونها مطابقة تماما لما سرق من كل واحد منهم. شكد واحد سرقوا منه، كم سرقوا من واحد؟ 1000 دينار، 20,000 لنفرض، 5 جايين للحج. الحج سابقا كان يطول 6 أشهر مثلا، يعني أقل أكثر على حسب بعد البلاد. إذن ينبغي أنه يحمل معاه مؤونة 6 أشهر، مو مبلغ قليل. الإمام صلوات الله وسلامه عليهم دفع لهم إضافة للكسوة اللي هي أمر خارجي ما سد كل ما فقدوه.